يا جماعه نطلع هيك بنكون مثلا عاديين، فجاه بتفتحوا الانفنتوري عندكم، بتروحوا على السنه دي، بوم عندنا يا جماعه احلى تي ان تي، مو تي ان تي اسطوري يا جماعه رهيب. يا جماعه حنجربه تي ان تي واحده قدامكم، راح اشوف قوته ونقيم تي ان تي كمان. يلا نتابع الفيديو يا جماعه. اوكي يا جماعه خلينا نشوف هالقريه مثلا نجرب عليها التجارب. خلينا اول شيء نشوف ما خلص القرية راح تتدمر، راح تصير فرطة عن قريب ان شاء الله. اول تي ان تي معنا يا جماعة راح نجربه هلا معكم، حيس خلينا نجرب هيك اول شي تي ان تي خفيف احط واحدة هون شوي فيك تي ان تي هاي ما قولوا تحايا هاي تي ان تي بسموه فيك تي ان تي. انا جاي نجيب الفلنت نجار شوف يلا 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 تي ان تي فيك يعني ما شغالة. راح نجيب تي ان تي تاني واسمه ما بعرف شيء، هاي هي يا جماعة انت قرأوا اسمه راح نحطه. ليش هيك يا جماعة بختفي لكل هيك مم. طيب تعال نشوف بلف مبوء فتن شغل تزبط شغل تزبط شغل تزبط هاي واد هذا طلع من هيك هذي التنتي على الصفر وهذي كمان على أصفر راح أجيب إيه حسة كويسة وهذي أجيب هاي ما شاء الله صارت تكون تنتي حلوة أوف 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 يا جماعة أنتي تصبري إيه شوفوا إيش عاملة هون يا جماعة هاي تي ان تي تقييمي 5/10 بس السوري يا جماعة راح زين ليش عندك تقييم واطي انه في احسن منه هذا سوى لا شي. يلا يا جماعة ننتقل تي ان تي التاني يا جماعة طلع في تي ان تي من هاي راح جاوبنا القوية تعال جاوب الخطوة يلا 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 اوف شفتوا يا جماعة جربت الخفيفة قوية افضل خفيفة هاي تي ان تي الجاي يا جماعة ما بعرف شكله غريب جدا ومتفائل فيه اسمه نابالم نحط تي ان تي هون نحطها ان شاء الله ان شاء الله متفائل بهاي تي ان تي ان شاء الله تشتغل يا جماعة اوه حلوة 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 يا جماعة هي نفس التي ان تي هذيك بس تقريبا فيها نور يعني ما فرق شي مجموعة تي ان تي التاني اسمه سمول تي ان تي خلينا نجربها هيك هون جنب البيت عشان الله يا جماعة معي القرو جوته يا حلو يا جماعة أنا فكرت قوية جدا طلعت سخيفة جدا يا جماعة حاليا ما ضلنا غير تي ان تي اللي قوية جدا راح نجيب تي ان تي النووي اسمه نوكي هنحطه هون جنب البيت نسمي بالله ومن بعد أنا متفائل من تي ان تي وحاسة راح تفجر أم القرية ايش في هون في شي يا جماعة اللعبة لقلقت يا جماعة اللعبة لقلقت يا جماعة صار ليه حاس ما صار شي ايش اللي صغار لا ليش عم تلقلق هيك اوف 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 اوي شوف يا جماعة سويت التي ان تي في القرية بس يا جماعة اللقلقة عاملة كثيرة اذا هاي لقلقة هيك بعديك شلون هاي المتلونة ما بعرف اسمها جود يا جماعة هاي بس بعد عن المنطقة وشو متلقلقة اللعبة بعد عن المنطقة وبرجع لكم يا شباب يا جماعة شكلي لقيت المكان المناسب
بس يا جماعة بمشي بالطريق بلاقي هدول ايش؟ ما اللي بيعرف هدول ايش يقول لي انا بكست هيك ايش في بس اللي بيعرف بشرات يقول لي هدول ايش في الف واحد منهم. المهم راح اجيب تي ان تي تكون كويسة مثل هاي مثلا ما بعرف شو اسمه مينينج مدري ايش راح نحطها هون ونشغله بعد شو مثل لقلقات نزل مطر الوقت الخطأ يعني جيد جدا مو جيد يعني مو جيد وحقاً يعني أربعة خمسة ونصف بس ما أحب المطر مايكروف ما أحبش راح أحط هيك راح أجيب تي إن تي قوية يعني ليش ما أعرف ليش حسيت إنه راح تكون جدا قوية راح أرجع أحطها بنفس المكان. ايش في ما لحقت ما لحقت يا جماعة نحط ثلاثة هنا مش ما نحطه فوق بعض نحطه اذا شفتنا ما بعرف ايف ما لحقنا يا جماعة ما لحقنا ما لحقنا يا جماعة ما لحقنا عملنا بوم بور اتفجرت. هاي كانت جدا حلوة يا جماعة حطيها تقييم يعني 7.5 لانه هي فورا هيك تعمل لها الجق انفجرت. هجمة ننتقل للتي ان تي الاخيرة وراح تكون اقوى تي ان تي معنا في القناة. انها الغابة الذي سوف تنفجر وتتفجر وتصبح رمادا بسبب تي ان تي المتلونة. راح اجربها يا جماعة واكيد احلقلك السيرفر بلايك راح اشغله اطلع لفوق اضل طالع لفوق اضل طالع لفوق ونشوف ايش نصير. بوم 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 خلينا نطلع يلا اوف حسيت في شيء انفجر اوف لقلق رجع يا جماعة اوف ايش فيه شوف وصل لهون لقلق او السيرفر يلا اح يا جماعة تأثيره قوي جدا 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 بس مو مثل ما توقعت انه تنفجر يعني يفصل انفجار ابوه لهنيك بس انه هاي كمان شوفوا والله نار تي ان تي حلوة كويس في تي ان تي ما جربناه يا جماعة ما ضل تي ان تي اعتقد ما جربناه قلت تي ان تي تجربناه يمكن راح اشوف وارجع لكم يا جماعة اكتشفت انه لسه في 3 تي ان تي يوم صور شوفها تي ان تي ما في شكلها شوفها تي ان تي 500 ابوه شوفها تي ان تي اسمها فا ما ادري ايش فاست يا جماعة تعالوا نجربها اول شي نجرب فاست ايه معلم وش في ما لحقت مثل هذيك اوف بر ها ها هيك هاي بتفيدك الموارد مثلا هيك 15 حلو هون هيك يا جماعة من تالي تي ان تي 500 ولا هاي انا بقول 500 اوه هيك راح اجرب هاي بالاول عشا الشكل طب سرع انا شكل اوصل الله لولا اي اوي والله حرق السجن نايفة انت طيب يا جماعة راح اجرب تي ان تي 500 لا نصر لقلي لما دي خلاص فعلت مهم قال له 500 وراح يا جماعة نجربه ونشوف راح تتفاعل وراح نشوف اوه تمام قيمة تقييم هديك بسم الله اوف خلنا نطلع عني اذا 20 فجر تقريبا نص القرية معي 500 اللي تعني ايش صار اوف كأني هاي نفس هديك الله كأني هاي نفس هديك ولا انا عم بتخيل يا جماعة انا انزل شوي لقلق صار ليش بصيروا هيك مثل صار
كنت اقول بناء بني ادمي، شو شلون هون حاطين زائد ومربع بالنص، لا هاد بناء بني ادمي هيرو براين، مستحيل بناء تي ان تي. اوف طيب يا جماعة نشوف في تي ان تي كمان هيك اخيرة، في هاي يا جماعة، هاي ما جربناها كمان، تعالوا نجربها هون، شكل ما تشتغل على هذا. حطه طيب اجربه هون، ايش اسمها هاي؟ نوك باك، احا يعني اذا حطيت جنبها حيوان خفت تدفشه، ايش تعمل نوك باك؟ لازم تدفشني. وش الصوت؟ تعال حط جنبها حيوان يا جماعة، يعني مثلا نحط خروف. هذا هو حط خروف ماء ونحط هاي الشغلة، يلا لازم الله هذا يطير. يا حسفت ايش في حرب بين الخروف والكلب، تي ان تي فلاش صفر يا جماعة. ويا جماعة هون يمكن وصلنا لهذا الفيديو يا جماعة، اتمنى يكون عجبكم وان شاء الله يكون عجبتكم التي ان تي. او تي ان تي كانت عنها هي من 500 تقريبا، مو من هذيك الملونة، ما بعرف يمكن ملونة حسب قراركم، يمكن اسوي جزء تاني يا جماعة هاي السلسلة، لانه صراحة حبيتها وحبيت تفجير تي ان تي. بطلبوا انتم بالتعليقات، واتمنى يكون عجبتكم السلسلة، وصلنا الفيديو لا تنسوا اللايك يا جماعة وهذا اهم شيء، والاشتراك، والسلام.